الرفق في الإسلام له مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة، وقد اتسع لا ليشمل البشر فحسب، وإنما ليشمل حتى العجماوات من الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من الإحسان إلى الحيوان. لهذا يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، يقول: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، قال: فكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فدخل فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، قال: فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. يعني تصور هذا الحيوان حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حن له، قال: حن وذرفت عيناه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه، وهو الموضع الذي يعرق من الجمل خلف الأذن، هذا دائما الموضع، هذا كثير التعرق عند الجمل. فسكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت قليلا، فقال: من رب هذا الجمل؟ وكأن الحيوان اشتكى. اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: من رب هذا الجمل؟ أين صاحب الجمل؟ فأتى فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تتقي الله عز وجل في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تتعبه. يعني لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يعني يسمع لشكوى جمل، يعني ويمسح عنه العرق ويعاتب صاحبه ويحفظ له حقه في الأكل والراحة. يعني تصور، يعني أخي لطفي، يعني لم يتق الله عز وجل من لم يحسن إلى هذه المخلوقات التي جعلها الله سبحانه وتعالى وخلقها لمنافع عظيمة. الله سبحانه يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويقول: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.